طيب ترى حسن إبراهيم، بس هذا الشيء غلط. انزين، شاهد الكندري، البنية اللي طلعت بنت عبير أحمد وحسين المهدي، صراحة تعتبر اكتشاف، يعني قاعد نشوفه اكتشاف فني وايد جميل، قاعد نشوفه في عدد من الأعمال السابقة، أنا متابعتها صار لي فترة، وكذلك هذا العمل صراحة وايد أدت أداء، وبنية عندها عفوية وتلقائية جبارة. يعني هذه شوية مع كبر سنها وتقدمها واختيارها حق الأدوار المناسبة وتطور من أدواتها، هذه خلال يعني ممكن في يوم من الأيام تكون نفس شجون، نفس ليلى عبد الله، نفس تحتاج الإنسان دائما يحتاج إلى التطوير، مو غلط.